السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في منطقة أكتوبات يلدزلي، جينا نصور شقة 3 غرف صالة مساحتها 210 متر مربع، الدور التاسع، شقة رقم 18. زي ما انتم ملاحظين أسانسير دبل، يعني في 6 أشخاص 8 أشخاص. احنا وصلنا الدور التاسع. أول ما نخش هنا مدخل الشقة، مقابلنا على طول غرفة أولى. مساحة الغرفة مساحة كبيرة وشرحة، لها بلكونة إطلالات على البحر. ملاحظين إطلالة جدا جميلة ورائعة. في المجمع عشان أشرح لكم من الأول، كاميرات مراقبة ونظام سكيورتي، مواقف مغلقة، مواقف مفتوحة، بالإضافة إلى ذلك جلسات عائلية، ملاعب رياضية، ملاعب للأطفال، منطقة خضراء، وفي نوافير. بالإضافة إلى ذلك تحت الكاميليتين هذا في مسبح مغلق للنساء وللرجال، وصالة رياضية كاملة متكاملة. مجمع متكامل في كل الخدمات. بالإضافة إلى ذلك الطريق المؤدي إلى الطريق الرئيسي العام جدا قريب، السوبر ماركتات والمطاعم كلها قريبة من الخدمات. نكمل التصوير، نطلع من الغرفة الأولى. المنطقة هذه نقدر نحط فيها دولاب خاص للأحذية والعبات. بجوار الغرفة الأولى الصالة، زي ما انتم ملاحظين صالة كبيرة وشرحة، اطلالتها على البحر، والديكور الامامي اللي انتم شايفينه ديكور حجري، ديكورات السقفية جدا رائعة، اطلالة امامية على البحر وعلى المجمع. الصالة مفتوحة على منطقة سفرة الطعام، هذه المنطقة اللي انتم شايفينها منطقة طاولة الطعام، والمنطقة هذه المطبخ. المطبخ غير راكب، المطبخ يعتبر على المشتري. في مخرج من الصالة للبلكونة الثانية، البلكونة كبيرة وشرحة زي ما انتم شايفين، واطلالتها ايضا على البحر، إطلالة جانبية على البحر وأمامية على البحر أيضا. ومن الجنب إطلالة على الطبيعة. وفي أيضا ما ننسى، إذا انقطعت الكهرباء لا سمح الله، في جنريتر يخدم المجمع ككل. نكمل لكم تصوير باقي الشقة. نطلع من الصالة، المدخل ده زي ما انتم شايفين المدخل الرئيسي للمطبخ. نجي هنا على اليمين، دورة مياه أولى، نظام عربي وانت الكرامة. مقابلها غرفة ثانية، مساحة الغرفة كبيرة وشرحة. بجوارها غرفة ثالثة أيضا، الغرفة كبيرة وشرحة، لها بلكونة خلفية. بلكونة خلفية إطلالتها على الطبيعة. إطلالة جدا رائعة. نجي أخيرا مقابل الغرفتين، هذا في حمام رئيسي وانتم كرامة، دورة مياه رئيسية، المغاسل، المروش، دولاب، مكان غسالة الملابس. نجي أخيرا للماستر.
غرفة الماستر زي ما انتم شايفين مساحتها كبيرة وجميلة، لها دورة مياه خاصة وانتم بكرامة، ومروش وكلوزت. بالإضافة إلى ذلك مساحة كبيرة جدا غرفة دريسنج روم، غرفة تغيير الملابس. يعني مساحة غرفة تغيير الملابس الدريسنج روم تعتبر كغرفة خامسة تقريبا، مساحتها جدا كبيرة، يعني تقريبا 2 متر في 2.5 متر. 3 غرف صالة مساحتها 210، يعني مساحة جدا كبيرة وحلوة. الأرضيات زي ما انتم شايفين الأرضيات كلها باركيه، باركيه جميل درجة أولى. الأسقف ديكوراتها في الهول أيضا، وإجمال الشقة كاملة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.